بالنسبه لموضوع الكريزه جا القهوه انتشر بزاف في مدينه طنجه، القهوه بزاف بزاف اكثر من اللي كنا كنتوقعوا. شحال هادي بنادم كينوض في الصباح كيبغي يخدم على راسو، كاينه بنادم كل واحد كيفاش كيتعرض له كيديلو ديالو، فهمتي؟ كاينه بنادم كيجي من برا على برا مثلا مدن اخرى كيجي كيبقى يكريزي هنايا، كيسميو بان الناس هنايا كيكريزيو، كيكريزيو الناس د المعامل كينوضوا في الصباح كيخدموا. مؤخرا القهوه بنيته بوبريا قتلوها في المنطقه، خرجت تخدم على راسها، ضربوها بوبريه الدوله كلشي كريزه جا الخاوه. اش غنقول لك، واحد كارثه هنايا في طنجه الخاوه. اسمها المدينه طنجه كيف حال اللي كيعرف الجميع انها مدينه امنه معروفه منذ القدم، مدينه ديال الامان والسلم، ولكن نتيجه ديال الهجره والنتيجه ديال مجموعه ديال الامور اللي كتوقع على مستوى المدينه، هجره ديال من المدن الاخرى، هجره القرويه، هادشي كيؤدي بها الى ازدياد الظاهره ديال الكريساج وداكشي، وهادشي نتيجه بصفة عامة على التعليم اللي خرجوا عليه. راه دابا مخرجين جيل من الضباع، تخرج للأحياء، تخرج للشوارع، تخرج لوسط المدينة، تشوف كيف واحد الجيل رباوه بهذا التعليم هذا. كريساج اكثر في مدينه طنجه، وبعض الازقه وبعض الاحياء، يعني خصوصا في الاحياء الشعبيه وبعض الشوارع اللي كتكون خاويه. يعني كريساج هنا كتشوف الواحد يعني كيتكريزا وكيختصوا، ما كيمشيو فئات. بعض الناس دابا كيمشيو النساء، كيمشيو البنات، يعني كيمشيو التلاميذ، يعني هادو فئات معينه اللي كيستهدفوا هاد الناس ديال كريساج. وطبيعه الحال يعني دابا كيكونوا بعض الظروف ما كاينش الامن. فعلا ظاهره الكريساج في طنجه ظاهره بدات كتوسع وكتنتشر، نظرا لان المدينه ديال طنجه مدينه بدات كتكبر. يمكن هذا الشيء راجع بالاساس المستوى التعليمي اللي انه ضعيف، وايضا البطاله الشباب والهجره من العالم القروي الى المدن. فحال مثلا الدائره كاينه في جميع المدن، وطنجه من بين هذه المدن، وبالتالي هذا نداء السلطات العموميه باش تخدم على هاد المجالين اللي ذكرت، يعني التعليم باش ان توعي الشباب ما يتبقاش هاد الظواهر كنشوفوها في المدن الكبيره، لان برا كاينه مدن كبيره ولكن كاينه بنادم واعي. المسؤوليه ديالنا كتحملوا كاملين، كتحملوا انسان هو الحذر، هذه نقطه من جهه. المسؤوليه الثانيه هي الامن اللي هو ضعيف، لكن الامن عندنا في المنطقه وبالاخص منطقه مرشان كنادي الناس المسؤولين بالمدينه المنطقه هذه يردوا لنا البال، يردوا بالاعتبار راه كاين الناس اللي متطفلين، كاين هنا ملاعب القرب، كاين متطفلين، كاين هنايا في الحاجة غنم نسميوها، الحاجة غنم هي الغرسة غنم، بان متعهد خصو الامن دائم على الاقل. الله يودي مرشان قد هكذا وعنده ما عندناش حتى ولو 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 اللي يحمي هاد الناس هادو. الموضوع ديال كريساج بقاو كيجبروه دوك الناس اللي ما كيبغيوش يخدموا، كيجبروه ساهل كيلتجا يمشي ديشان باش يكريسي الناس. الناس كتجي تخدم على راسها، وهادي كيتلاقاهم في الصباح كيديو لهم اللي عندهم، كيديو لهم الفلوس ديالهم. بالنسبه لهاد بنادم من برا كنجوج هاد النداء دوك الناس اللي مكلفين بالامن ديال طنجه، وهادي بحسب هاد الكريساج. هذا الكريساج راه دالع بزاف هنا في طنجه، وخصنا نشوفوا له الحال ديالو بزاف. بالنسبه للقضيه ديال الكريساج في مدينه ديال طنجه، حنا كنشوفوها كالدائره هادي كتنتشر بزاف، ومن الاسباب ديال الانتشار ديالها هو ان جل الناس اللي جل ديك المجرمين اللي كيكريسيو انهم كيكونوا مدمنين بجميع انواع ديال المخدرات، بحيث انهم كنشوفوهم الناس اللي كتلقى هذا الكريساج، الناس المساكن اللي جايه تخدم على والديها وجايه من اجل واحد الطرف ديال الخبز، كنشوفهم كيتعرضوا للكريساج في الاوقات العمل، الدروه ديال العمل مثلا 4 الصباح، 5 ديال الصباح، 7 الصباح. يعني شنقول لك، السلطات حتى السلطات ما بقاتش تقدر تدخل بعض الازقه خوفا من هاد المجرمين. اذا انا الرساله ديالي للسلطات القيمه على التعليم ولا على الامن، انها تشوف مقاربه ثقافيه حقيقيه لمحاربه هاد الاشكال وغيرها من الاشكال اللي ولينا كنشوفوها دابا. حقيقه شي انداله وجبي. الامن الوطني الخاوه ما كيمشيش الواجب ديالو الخاوه. اش غنقول لك الخاوه، الامن ده المغرب الخاوه خصو قدم الخاوه اخر يخدموا الخدمه ديالهم. الخاوه ما كنشوفوا والو، الخاوه طريق خاويه مثلا في منطقه ما كتقدرش تجوز منها الخاوه تخدم ولا شي حاجه، خصك ضروري التاكسي. امن خصو يقوم بالواجب ديالو الخاوه.